نحن في الجمعة الأربعين، معنى هذا أن عمر الحراك السلمي 9 أشهر، وهذه الجماهير الغفيرة التي ظلت مصرة وحازمة وعازمة على مواصلة النضال السلمي إلى النصر، ذكرني بمظاهرة 11 ديسمبر عام 60، تلك المظاهرات التي برهن بها الشعب لجنرال دوغول بأن الاستقلال مسألة وقت فقط. وها هو الشعب الجزائري بالملايين يقول لقايد صالح الرافض الاستجابة لمطالب هذه الجماهير أن مسألة التحول السلس نحو منظومة سياسية عادلة ديمقراطية تحكمها المواطنة وسيادة الشعب، المسألة مسألة وقت فقط، لأن الشعب عقد العزم أن لا يعود إلى بيوته إلا بعد أن يتحقق النصر.